متابعينا الكرام في انطلاقه مميزه في تحدي مثير للغايه هنا من خلال هذه المنافسه. 7 دقائق 53 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل والرائع. المركز الثاني شواهين هزاع بن غلام بن موسى البلوشي قدم لنا نجوميه رائعه واداء متميز من خلال ايضا توقيت شواهين بالمركز الثاني ب7 دقائق. وايضا هناك مشاهدين الاعزاء 57 ثانية 3 أجزاء من الثانيه. بينما حلت الشاهينيه حجي بن محمد بن حجي الهاملي في المركز الثالث وقطعت مسافه السباق هنا في ايضا 7 دقائق و59 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. اول اشواط هذا الصباح، اول اشواط الضباب يذهب مع شواهين راشد بسلطان بسيف بن عوش المنصوري، ويتوج باول اشواط هذا الصباح ليهدي ايضا النواميس لاهالي الوثبة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل وأطيب تحية من أرضية هذا الميدان، من ميدان الوثبة عاصمة الميادين لسباق، حيث يتابعون هذه الانطلاقات لسن الثنايا. هجنا ابناء القبائل ينطلق بحفظ من الله ورعايته. شوطنا الثاني في تعداد هذه الأشواط للأبكار الثنايا المهجنات الأصايل. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول لنستفتح الإذاعة من تسيطر مع البداية ومقدمة هذا الشوط في هذا الانطلاق والمسار. الشبابية تعود الملكية لعلي بن سليمي بن سالم العمري من يقدم لنا الشبابية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول بهذا التقدم الممتاز. المركز الثاني أرى اللي هي محبة، تعود الملكية لعلي بن سعيد بن علي بن سعيد المزروع من يقدم لنا محبة، من تأتي مباشرة مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز اليرموك، مصبح بن سيف بن كاسب المشافري من يقدم لنا اليرموك، من تحتل مع المرتبة الثالثة. نشوف اللي في المركز الرابع، من تتدخل مباشرة مع المركز الرابع في هذه اللحظات بهذا التقدم وبهذا الشعار الانطلاقي والمسار لمكاسب، لسعادة حميد بن سعيد النيادي من يقدم هذا الانطلاق لمكاسب. الوصول والقدوم هناك من ندى سعيد بن حمد الحبروتي الإنيبي من يقدم هذه الأسماء وهذا الشعار. مشاهدينا الكرام، مع المركز الخامس، سادس المراكز، اللي في المركز السادس مكيده محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان من يقدم شعار الصعب، هنا يقدم هذا الاسم لمكيده. القدوم والوصول من النويعس لسعادة حميد بن سعيد النيادي من يقدم هذا الاسم للنويعس ومكاسب. وصولا وانطلاق في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من مضاوي، مضاوي المبارك بن محمد بن نصره العامري يقدم لنا مضاوي بهذا الشعار، شعار رجل المفاجآت. الوصول والقدوم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، اللي يروى سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي عاشر المراكز. هناك اللي هي الذيبه راشد بن عبيد بن لهلي الهاجري. هكذا النتيجه، هكذا النداء الاول لشوط الابكار الثنايا المهجنات الاصايل. نعود حيث البدايه، لنا عوده مع المقدمه، لنا عوده مع الصداره ومقدمه الشوط والمركز الاول. يا سلام في مقدمه هذا الشوط من تسيطر مع البدايه وتعلن هذا الحضور المبكر في هذا الصباح مع البدايه والانطلاق الاول. محبه محبه ويحبها للناموس ان تهدي مالكها علي بن سعيد بن علي المزروعي من يقدم لنا محبه مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول. ثاني المراكز اليرموك مصبح بن سيف بن كاسب المسافري، اقوى المعارك في هذا الشوط في عاصمة الميادين من تتقدم بهذا التقدم. المركز الثالث هناك اللي هي ندى سعيد بن حمد الحبروتي الإنيبي من يقدم لنا ندى. رابع المراكز ارى اللي هي الشبابية، تعود الملكية علي بن سليمي بن سالم العمري. اهالي السلطنة قادمين للمشاركة في هذا الشوط وفي
عاصمة الميادين، وصول شعار سعادة حميد بن سعيد النيادي من يقدم النويعس ويقدم لنا مكاسب. هذا الشعار اللي صايل وقايل بالإنجاز وبالفوز وبالنواميس وبالرموز وبالذهب. شعار الصعب يتقدم ويقدم لنا محمد بن سلطان بن مرخان، يقدم لنا مكيدة من تغير مباشرة وتحتل المركز السابع. ثامن المراكز اللي في المركز الثامن أرى مضاوي مبارك بن محمد بن نصره العامري، من يقدم لنا مضاوي بهذا الانطلاق والمسار القدوم الوصول في هذه اللحظات. يا سلام من اللي وصلت، من اللي انطلقت في هذه اللحظات في هذا التقدم. الشايبة أول إذاعة للشايبة سلطان بن غالب بن سلطان المنصوري من يقدم لنا الشايبة، وهناك أيضا اللي هي اليروى سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي دمعه عين بن محمد بن شيرة العامري من يقدم لنا هذا الاسم. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثاني، لنا عوده مع المقدمة، لنا عوده مع الصدارة ومع المركز الأول. من تسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول بتقدم ممتاز اللي هي نداء. النداء غيرت إلى مقدمة الشوط، أجبت للنداء بناموس هذا الشوط، ولكن اللي قادمه النويعس اسم تاريخي سطر حرفا من ذهب. سعادة حميد بن سعيد النيادي من يقدم لنا النويعس. نداء والنويعس بدن يبعدنا المسافة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. هناك مشاهدين الكرام اقتربنا هنا من 1200 متر عن خط النهاية، وهناك أيضا مكاسب. سعادة حميد بن سعيد النيادي من يقدم لنا مكاسب. من اللي قادم في هذه اللحظات أرى اللي هي هناك الشبابية علي بن سليمي بن سالم العمري، ولكن لنا عودة. غادرنا الكيلو متر الأخير، ما بعد كيلو إلا الناموس، ما بعد كيلو إلا الفوز ومقدمة الشوط والمركز الأول. يا سلام يحلو الرقص مع الكبار، يحلو الرقص مع الكبار في الأجواء الضبابية مع مقدمة الشوط والمركز الأول. من سيطرت مع المقدمة، هناك مشاهدين الكرام في مقدمة الشوط ومع المركز الأول، من تاتي مع القيادة النويعس. النويعس غيرت من سمعة الزقرة إلى مقدمة الشوط إلى ناموس هذا الشوط، بدت تسيطر بهذا الشعار الاتحادي. من يعرف الطريق جيدا للنواميس وللذهب، أهل مغافة شبحهم بالسلام. هذا الشعار شعارك يا أبو سعيد، النويعس النويعس. هنا مشاهدين الكرام سعادة حميد بن سعيد النيادي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز ندى سعيد بن حمد الحبروت الينيبي، ولكن الاقرب والمسيطرة مع الفوز النويعس. ندى مشاهدين الكرام، الفوز وين؟ الناموس وين؟ حاير مشاهدين الكرام. النويعس ندى، ندى النويعس. اللحظات الاخيرة، الامتار القليلة، ولكن هنا من تغير ندى. ندى مع المقدمة سعيد بن حمد الحبروت الينيبي، اهل مصانع الجنوب عودهم. النويعس ندى اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، ولكن ندى أجبت لنداء ناموس. أن تهدي سعيد بن حمد الحبروت الينيبي، سلام مصانع الجنوب على هذا الفوز والإبداع والناموس. المركز الثاني النويعس لسعادة حميد بن سعيد النيادي. المركز الثالث من وصلة الشبابية لعلي بن سليمي بن سالم العمري. المركز الرابع، هناك مشاهدين الكرام مكاسب سعادة حميد بن سعيد النيادي. المركز الخامس اللي يرموك مصبح بن سيف بن كاسب المسافري. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصولها إلى خط النهاية. مهدي الفوز سعيد بن حمد الحبروتي لنيبي، قاطع المسافة 7 دقائق 48 ثانية، والتوقيت الأفضل 8 من الأجزاء. أشكرك يا بالحبروت الينيبي من سجل أن التوقيت الأفضل. هناك مع اللي هي مشاهدي الكرام شوط المهجنات اللي هي ندى. المركز الثاني النويعس سعادة حميد بن سعيد النيادي 7 دقائق 49 ثانية 7 دقائق 48 ثانية.
تسعا من الاجزاء. تهانينا لسعادة حميد بن سعيد النيادي من قدم انه يعس مع المركز الثاني. المركز الثالث من وصلت مشاهدينا الكرام الشبابية هناك لعلي بن سليمي بن سالم العمري، قطعت المسافة في زمن وقدرة مشاهدينا الكرام. توقيتنا الزمني للشبابية هاي امامكم الشبابية 7:54، 5 من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة. تهانينا لمالكي ندى سعيد بن حمد الحبروت النيبي من يسجل التوقيت الأفضل في هذا الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية.